لو الحكاية فيها إن فيتو نيجي بعد كده الوزيرة غدا وادي. كيف يكون العام 2018 للوزيرة غدا وادي؟ شوف، هي الوزيرة غادة والي هي وزيرة التضامن الاجتماعي برج العقرب، وأنا بشوف أنه السنة دي من خلال حسابي لتاريخ ميلادها أشوف أن هي عندها سنة إلى حد كبير بيحالفها الحظ جدا كمان، لأن المشتري اللي هو كوكب الحظ والسعد موجود في برجها، وده بيساعدها كتير على ان هي تزيل العقبات من طريقها. هي كمان مواليد العقرب الحقيقة عندهم قدرة على ان هم عندهم ارادة قوية وعزيمة جبارة، ويقدروا ان هم فعلا يصمدوا قدام اي عقبات. عندها اصرار هايل، هتقدر ان شاء الله في خلال 2018 ان هي تؤسس لنظم اجتماعية جديدة. أشوف كمان إن قدامها فرص كبيرة، خصوصا المشتري بيفتح لها فرص كبيرة جدا لتحقيق تطور في مجال وزارتها، زائد طبعا إصرارها ومثابرتها. بس مع ذلك أنا بشايفة إن في فترة بتحمل ضغوط كبيرة ليها، هتكون من أول 16 مايو لغاية 15 نوفمبر، لأن المريخ هيكون في وضع معاكس وقد يضع الضغوط عليها في الفترة دي. لكن برضو في وضع داعم اللي هو وجود المشتري في برجها بيساعدها انها تتغلب ان شاء الله على كل الضغوط اللي بتقابلها.